ما نضل الخير علينا يطل. على نفس الدرب نسير نتحدى الصعب نكمل، كل شي بيكون بخير لما مع بعض نضل، مع بعض بنضل بخير. انا سندك وقت الشدة وانت بالصعب تقوي، عالحلو والمر مشينا انا بظهرك وانت حبيبي. انا سندك وقت الشدة وانت بالصعب تقوي، عالحلو والمر مشينا انا بظهرك وانت حبيبي. مع بعض بنتقدم سوا بنخطط ونحلم، ايدي بايدك لحدود السما بنطير. مع بعض بنضل بخير، مع بعض بنضل بخير. شركة التأمين الوطنية، مع بعض بنضل بخير. هذا البرنامج برعاية شركة التأمين الوطنية، مع بعض بنضل بخير. صوما مقبولا، افطارا هنيئا، وتقبل الله الطاعة. أسعد الله أوقاتكم مشاهدي متابعينا، وأهلا وسهلا فيكم في جولة جديدة من جولاتنا ومسابقاتنا الرمضانية. احنا قاعدين بنودع بشهر رمضان المبارك، لنستقبل احنا وياكم نتوج رمضان بعيد الفطر السعيد. تعالوا معنا مع شركة التأمين الوطنية، الشركة الرائدة في عالم التأمينات، تأمينك أونلاين وأكثر من 30 خدمة تأمينية، بالإضافة إلى سرعة التعويض، وكمان مشغولين دائما عشانكم على مدار 24 ساعة. ولا تنسوا كمان مشاهدي متابعينا، دائما الأولى في فلسطين، وتأسست سنة 1992. تعالوا معنا بالأجواء الحلوة في أواخر شهر رمضان المبارك، لنشوف مين رح يربح معنا كاش مع شركة التأمين الوطنية. سيكون برفقة من وراء الكاميرا عبود زغلول، عمرو أبو زايدي، ومني أنا منتصر العناني. يسعد أوقاتكم، كل عام وانتم بخير. أهلا وسهلا بك. الحمد لله على رمضان. والله الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. طيب احنا مع شركة التأمين الوطنية، الشركة الرائدة في عالم التأمينات، وفي عندهم خدمة تأمينك أونلاين كمان. إذا بتجاوب على سؤال بتربح كاش. اسمع، من هو مؤسس الصهيونية العالمية؟ يوزور هرتزل. يا سلام، شوف الناس القديمين والناس التاريخ كيف بيعرفوا الجواب. المؤتمر الصهيوني الأول سنة 1897، وألف كتاب الدولة اليهودية عام 1896. اسمع، وبالتالي بعدها أجا لما توفى أجا بعده اللي هو حي مويزمن. سمعت؟ شوف الناس الحلوة والسريعة والناس اللي عندها التاريخ. هاي كاش من شركة التأمين الوطني. كاش، شو بتحكي لهم؟ بارك الله فيكم، وإن شاء الله إنه من نجاح إلى نجاح، وإن شاء الله إن الله سبحانه وتعالى يعني يسهل الحياة على شعبنا، وتتغير هذه الأحوال إلى أحوال أفضل منها. كل عام وانتم بخير، وأنت بألف خير. بارك الله. هذا البرنامج برعاية شركة التأمين الوطنية، مع بعض بنضل بخير. اسألك كل مين القائل عشان تربح معنا كاش مع شركة التأمين الوطنية كمان. شو أقول؟ بدي أسألك عن سؤال. مين القائل هالجملة عشان تربح معنا كاش؟ ماشي. شعب تمرس بالصعاب ولم تنل منه الصعاب، لو همه انتاب الهضاب لدككت منه الهضاب، متمرد لم يرضى يوما أن يقر على العذاب. من هو القائل؟ هاي السؤال سهل حط. والله مشهور يا جماعة. بالعكس، مش عارف. اسمع، ايش؟ إبراهيم توكون. لا اسمع، كل عام وانت بخير، روح لحق مصرياتك احسن لك. سميع القاسم، ما خليتش ولا شعر. احمد شوقي. لا، ولا فريد شوقي. شو بيت الشعر؟ شو بيت شعر؟ شعب تمرس بالصعاب ولم تنل منه الصعاب، لو همه انتاب الهضاب لدككت منه الهضاب، متمرد لم يرضى يوما ان يقر على العذاب. مين هو؟ ما بعرف، معقد عشان هيك. اشكرك ابو لؤي. بليس. هذا البرنامج برعاية شركة التأمين الوطنية، مع بعض بنضل بخير. أنشر على لهب القصيد شكوى العبيد إلى العبيد، شكوى يرددها الزمان غدا إلى الأبد الأبيد، ذلة العروش زينوها بالسلاسل والحديد. من القائل هذا؟ مين؟ جوز خالي. خالك؟ لا ما ظنيش. لا. بقول لك خالي. خالك شاعر هو؟ أنا زي ما بالشعر بتعرفنيش.
وانت بتقول لي اسد بالشعر. بتعرفنيش بالشعر. نزار كباني. نزار كباني بتغزل بالنساء، شو دخلوا الحب والنساء، شو دخلت في الموضوع هذا؟ هذا يا امرؤ القيس. امرؤ القيس، انت شو رايك؟ والله ما بعرف. جوز انا اللي بعرف امرؤ القيس. ما اظن فيش خيارات. انا بقول لك ضرب حكاش وانت بتقول لي امرؤ القيس. طيب خيارات بندورات. خيارات بندورات. خيارات بندورات هناك بالحسبة مش عندي. احنا بنرب حكاش عشان يتجاوب صح. طيب شو في شو فيه ما فيه الجواب هون شو فيه قاعد بدور على الجواب أنشر على لهب القصيد شكوى العبيد إلى العبيد شكوى يرددها الزمان غدا إلى الأبد الأبيد ذلت عروش زينوها بالسلاسل والحديد مين القائد؟ هذا ما فيه عنترة بن شداد ابن شداد يا عين عليك ما أروعك وجوابك غلط يا حبيبي شو هذا؟ ما خليتش ولا شاعر شايبك كان مدور عليهم قاعدين عشان نربح وانا بدور عليك يا اعطينا خيارات خيارات؟ شو رايك اعطيك خيارات؟ والله اعطيك خيارات او اقول لك بديش اعطيك شيء ثاني سؤال سهل؟ سهل طيب سؤال هلا سؤال مش صعب سؤال سهل يعني بس بدي سرعة بديهة يا الله ماشي إن شاء الله عمرك من هو ومين هو الحيوان اللي بيفتح تمه خلال دقيقة بتوفى الضفدع يعني والله العظيم انك نصاب الضفدع انا عملت بحث عن جوجل لما رحت مع هيك يعني مش لحاله جابها مستحيل ذكي انت ذكي ذكي كثير اعطيني طيب اعطيني مع شركة التأمين الوطنية مشاهدينا متابعينا اربح كاش نشوف لازم هاي كاش شو بتكون شركة التأمين الوطنية كل عام أنتم بخير وقدما ولا للأمام إن شاء الله هذا البرنامج برعاية شركة التأمين الوطنية مع بعض بنضل بخير في شاعر كتب أو ألف كتاب اسمه الحماسة مين هو؟ موسى حافظ موسى حافظ يا زلمة هذا أبو المويل شو دخلوا على العالم هذا الكتاب؟ بيألف كتب في المويل وشغلات زي هيك سلامات في رموز رموز والله العظيم انه سهل معروف ده الشعراء انت زمان مين شعراء انت حافظ اسماء شعراء مين طب اعطيك خيارات طيب نعطيك خيارات اسمع ابو تمام ابو العتاهي ابن تيمية أبو العتاهية أنا بسهله فيها وهو ببعد لي فيها يا زلمة بسهل لك فيها دائما خذ الأول دائما شو بدك تأخذ دائما خليك بالصف الأول دائما صح بحب الواحد يقعد بالصف الأخير دائما بالصف الأول شو حكيت لك أول واحد أنا أبو إيش أبو تم تمام أبو تمام بدك أبو تمام ولا أبو العتاهية لا أبو تمام هسه صار بده أبو تمام طيب هاي كاش من شركة التأمين الوطنية مبروك عليك شو بتحكي له ألف ألف إن شاء الله كل عام وانتم بخير وإن شاء الله بمر علينا بالسلامة يا رب وانت بخير هذا البرنامج برعاية شركة التأمين الوطنية مع بعض بنضل بخير سألناهم سؤال شعب مين القائل مين اللي قال هالمقولة شعب تمرس بالصعاب ولم تنل منه الصعاب لو همه انتاب الهضاب لدككت منه الهضاب متمرد لم يرضى يوما أن يقره على العذاب من هو القائد؟ معروف يا جماعة الخير والله ما عندي معلومات عن في خلصت جوجل؟ لسه وانت بألف خير غير لك بدون هذاك السؤال غيره شوف غير جره طيب نشوف على جوجل يا زلمة اعطيني الجواب اعطيك الجواب طيب اسمعي هذا ما في خيار فيش في خيارات طيب اسمعي شو اسمك بادرة لازم بادرة تبادري بالخير وبالإجابة يا بادرة اسمك معاكي من وين طيبة اهلا وسهلا فيك يا بادرة طيب كل التحية لنا في الداخل الفلسطيني وان شاء الله احنا شقين البرتقالي بيقول عنا لا ان شاء الله بصير برتقالي كامل ووطن كامل باذن الله والاحتلال الى زوال ما في منص طيب بادرة ادفنوا موتاكم وانهضوا مين القائد سردكسار يعني
عرب بقى. اسمعي، مشهور ومعروف كمان، قولي لي صعبة. ونهضم. ايش غيرات في ايش غيرات؟ اعطيك خيارات؟ اسمع يا بادرة. بادرة ان شاء الله يكون لك معك، بس تعطيني اجابة واحدة، ماشي؟ طيب. اسمعي. محمود درويش. سميح القاسم. فؤاد المهندس. لا والله مرة فؤاد، محمود درويش. لا تعال شوي، سميح القاسم الثاني، أنا بكيت الثانية. سميح القاسم. ثانية، سميح القاسم. للأسف الشديد، أعطيني 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 بدي أشوف. سميح القاسم، أنا خلاص سميح القاسم. هاي من شركة التأمين الوطني كاش، بتحكي المول شيء. كل عام وأنتم بخير ومشكورين على هاي المبادرة الحلوة. هذا البرنامج برعاية شركة التأمين الوطنية، مع بعض بنضل بخير. شركة التأمين الوطنية، الشركة الرائدة في عالم التأمينات، تأمينك أونلاين، خدمة تأمينك أونلاين، ولا تنسوا 30 خدمة تأمينية بالإضافة إلى سرعة التعويض، 24 ساعة في خدمتكم موظفين شركة التأمين الوطنية الرائدة في عالم التأمينات. كمان مشاهدي متابعينا، لا تنسوا دائما وكلاءهم وفروعهم، والأولى في فلسطين، منتشرة في فلسطين، في الضفة وغزة. شكرا لكم مشاهدينا متابعينا، شكرا لزميل وراء الكاميرا عبود الزغلول، ومني أنا منتصر العناني، صوما مقبولا إفطارا هنيئا، وتقبل الله الطاعات مع شركة التأمين الوطنية. إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية شركة التأمين الوطنية، مع بعض بنضل بخير. لما نكون التعب بيهون سوا، لما نضل الخير علينا يطل، على نفس الدرب نسير نتحدى الصعب نكمل، كل شي بيكون بخير لما مع بعض نضل، مع بعض بنضل الخير. انا سندك وقت الشدة وانت بالصعب تقوين، عالحلو والمر مشينا انا بظهرك وانت حميني، انا سندك وقت الشدة وانت بالصعب تقوين، عالحلو والمر مشينا انا بظهرك وانت حميني، مع بعض بنتقدم سوا بنخطط ونحلم، ايدي بايدك لحدود السما بنطير، مع بعض بنضل بخير، مع بعض بنضل بخير. شركة التأمين الوطنية، مع بعض بنضل بخير.